بركض وقت أزمة بال 2011 كان ما عنده شغلة صار عنده شغلة. الحمد لله حررنا وقاتلنا وتصاوبنا وتمنفخنا ومشينا مرافقة وحملنا سلاح وإلى آخره. مني وجر هذا الحكي كلياتنا عملنا، بس أنا الحمد لله يعني ما عندي أخطاء، يعني عندي قتال وشغل التجاري مو أكثر. فاليوم بدنا نساعد الدولة لترجع بهيبتها الكاملة. هي مهيوبة الدولة بعمرها ما فقدت هيبتها، بس يعني نرجع شرط المرور يوقف أكبر راس بهالبلد. مو هلا شرط المرور منزل نقتله ندعوسه وإلى آخره، هذا شرط المرور مواطن مثلي مثلك. أكيد بقدم الشكر للجيش الروسي وللإيراني وللصين ولكل دولة وقفت معنا، ولحزب الله ولكل دولة وقفت معنا ولكل حزب وقف معنا.